أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخوان فوزي الحميضي وفايز العتيق من الرياض يسألان عما يجده الحاسد في نفسه من الفرح بمصيبة المحسود، هل يأثم بسببه وهو مجرد شعور نفسي لا يملك دفعه؟ وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقول ربنا سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهل من توجيه لدفع ما يجده الحاسد في نفسه إن كان له المدفع؟ نعم، هذا حسب المذموم، وهو أن الإنسان يفرح بما يسوء المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عن المنافقين مثل هذا، قال: إن تصبكم حسنة تسؤهم، إن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فيؤاخذ الإنسان على هذا، وليس هذا مثل حديث النفس الذي لا يؤاخذ عليه الإنسان. فعلى من ابتلي بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله، وأن يستغفر الله، وأن يترك هذه العادة السيئة، لأن هذا دافع الحسد المذموم الذي حذر الله تعالى منه بقوله: قل أعوذ برب الفلق، إلى قوله: ومن شر حاسد إلى حسد. فالحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن المحسود ويفرح بزوالها، وهذا دليل على بغضه لأخيه المسلم. نعم.